السائل يقول في أخت تريد أن تهاجر إلى بلاد بلد مسلم ولكن زوجها ما يريد هجرة حتى في المستقبل فما نصيحتك لهذه الأخت؟ والله أنا أنصحها أن تهاجر إذا لم يكن أمامها آباؤها أو إخوانها أو أحد محاميها كيف تهاجر صغيرة من الناس تعاني مع ذلك بينما تبقى عند زوجها وتلزم شرع ربها وتسأل الله عز وجل الفرج وتعبد الله عز وجل وأهل الإسلام عندنا كثير أهل الإسلام عندنا كثير أما أن تنشد وتخرج عن طاعة زوجها وتهاجر وحدها هذا أمر لا يجوز. نعم جزاك الله خير يا شيخ.